السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. أنا سمر العوضي ودي قناتي الأشغال اليدوية. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح لو أنا مبتدئة أشتري خيط إيه وأبدأ إزاي، وإزاي أعرف إذا كان الخيط ده سميك ولا خيط رفيع، وإذا كان مناسب للمشروع اللي أنا هعمله ولا لأ. كمان هنعرف إيه الفرق بين الخيط الستوك والخيط الستاندرد وإيه مميزاتهم وعيوبهم، وهنعرف كمان نشتري خيط صوف ولا أكريليك وإيه الفرق بين خامات الخيوط المختلفة. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس يا ريت قبل ما نبدأ لايك حلو للفيديو ده واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة، لو أنا مبتدئة أبدأ إزاي وأشتري إيه؟ طبعا في البداية إحنا بنتعلم، ممكن نغلط كتير ونفك كتير، وطبعا الفك ده بيخلي الخيط يوبر. فأنا مش هبدأ طبعا أول حاجة أجيب شلة غالية وأشتغل عليها. عندنا الخيط الصيني متاح في مصر وموجود، وزن الشلة تقريبا من 20 لـ40 جرام. أنا ما عنديش خيط صيني لأن أنا في المجال بقالي كتير جدا، فالخيط الصيني اللي عندي تقريبا خلص، بس أنا كنت عاملة حافظة الأدوات دي بخيط صيني. يعتبر الخيط الصيني من أردأ أنواع الخيوط الموجودة، وكمان أرخصها في السعر، وبيوبر جدا وبيكون ملمسه خشن، ما ينفعش نعمل منه ملابس أطفال مثلا أو مشاريع هنسلمها لناس كشغل. فإحنا بس هنتعلم فيه ونفك بقى براحتنا، يوبر مش مشكلة، بس على ما نتعلم. هنحتاج كمان إبرة من الاتنين دول، إما 3 أو 3.5 ألومنيوم علشان نتعلم بيهم مع الخيط الصيني. تعالوا بقى نتكلم على الخيوط المستوردة التركي اللي موجودة في مصر. الهيمالايا تقريبا هو الكينج بتاع الخيوط. لو سألتي اي حد ايه احسن خيط ممكن اشتغل بيه، على طول هيقولك الهيمالايا. الهيمالايا بيكون في منه السوبر لوكس والبيبي لوكس. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بيكون بعد الشغل. يعني البيبي لوكس بعد الشغل بيريح شوية، يعني القطعة بتلاقيها كبرت معاكي، لكن السوبر لوكس القطعة بتفضل بنفس مقاسها. ده بس الفرق الوحيد، لكن عدد الامتار هو هو، ونفس الخامة ونفس الجودة والالوان كمان. برشحه ليكم وبقوة لانه حقيقي من افضل واجمل انواع الخيوط، خصوصا في فصل الشتاء. في كمان عندنا خيط الناكو بيرلانتا. الخيط ده من الخيوط اللي انا بحبها جدا. تقريبا ملمسه زي الحرير كده ومفهوش وبر خالص، بس هو مشكلته ان هو رفيع نسبيا، فعلشان تعملي عمل هتحتاجي تجيبي كمية كبيرة جدا، وكمان سعره يعني يعتبر غالي شوية. انا مش هقول اسعار لان الاسعار دايما متفاوتة وبتعلى وطول الوقت بتعلى معانا. في كمان الليمون كرتوبو، ده الخيط ده تحفة قوي، بس انا للأسف ما بلاقيش منه كتير في مصر، يعني ما لقيتش غير الاسود ده. بس لو لقيتوه هاتوه على ضمانتي، خيط في منتهى منتهى الجمال. كمان عندنا الخيط الشعر او رمش العين زي ما في ناس بتقول عليه. طبعا في منه انواع بتبقى الشعر قليل على الفتلة، ده ما تجيبهوش. ده الخيط ده مفروض ان هو ايطالي بس هو ستوك، بس بصراحة تحفة، والشعر على الفتلة كتير جدا. انا عملت منه كذا حاجة قبل كده، بس انا افضل لو هنشتغل برمش العين نشتغل تريكو مش كروشيه، لان في الكروشيه طبعا لو انت هتفكي هتلاقي الشعر ده خلاص بيتقطع معاكي، لان الغرز بتكون تداخلت في بعضها، بيكون صعب جدا الفك. لكن انا عملت بيه برضو حاجات كروشيه هوريها لكم، بس كنت مدخله معاه خيوط تانية بحيث ان انا ابقى شايفه الغرز، وكنت بعمل سطر عمود وسطر سلسله، وكنت بعتمد على الاحساس مش على النظر. هوريكم دلوقتي، دي صوره من على النت الايس كاب معمول برمش العين ومعاه صوف، وكنت عاملة منه الكوفية دي وكمان الكوفية دي، وكنت عاملة منه الشال ده بالخيط اللي انا كنت ماسكاه دلوقتي في ايدي، كان تحفة بصراحة. الخيط اللي معانا دلوقتي اسمه خيط الفوطة. الخيط ده ملمسه تحفة، خيط شتوي جميل جدا، ملمسه ناعم جدا، بس مشكلته زي رمش العين ما بنكونش شايفين الغرز في الكروشيه، فيفضل تشتغلوا بيه تريكو. انا كنت عاملة منه على القناة جوانتي تقريبا بغرزة النص عمود، مش فاكرة، بس يعني الجوانتي كان حلو. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللي حابب يعمله. هوريكم دلوقتي صورة جاكيت بخيط الفوطة من على النت، لكم ان تتخيلوا ان الجاكيت القمر ده بخيط الفوطة بس تريكو. من الخيوط الشتوية الجميلة كمان خيط القطيفة، من انضف واجمل الانواع الموجودة في السوق طبعا، الهيمالايا دولفين بيبي، سواء في السمك بتاع الخيط او في الجودة كمان. بس طبعا مشكلته ان احنا ما ننفعش نشتغل بيه غرز معقدة او مركبة، بنشتغل بيه غرز بسيطة. كمان يفضل نعمل منه المفارش او البطاطين بتاعة البيبي والبورت، لكن في الملابس الناس مش بتفضله قوي لانه بيبقى زي مترحل كده. عندنا كمان الاليس ديفا. الاليس ديفا من الخيوط الصيفي يعتبر، وبيتقال عليها في مصر خيوط قط. مشكلته ان هو رفيع قوي، فلو هتشتغلي بقى بتشتغلي على فتلتين، وفي ناس كمان بتشتغلوا على 3 فتلات.
بس ميزته الأساسية توافر كل الألوان اللي تخطر على بالكو. في كمان منه الديفا بلس، الديفا بلس بيكون السماكة بتاعته أتخن شوية من الديفا، وفي شغل التريكو بيكون تحفة، بس برضو في ناس بتسترفعوا وبيقولوا ان هما بيشتغلوا على فتلتين او ثلاثة، وبتحتاجي كمية كبيرة بقى علشان تعملي اي مشروع. طبعا اذا ذكر الديفا ذكر الاميجرومي، الناس اللي بيشتغلوا اميجرومي عايشين بقى مع النوع ده من الخيوط، لان في الوان كتير جدا وبالذات لون البشرة. نتكلم عن خيط المهير. خيط المهير عبارة عن فتلة طالع منها شعرات كده منها فيها. الخيط ده من الخيوط الشيك جدا جدا. لو هتدخلي معاه فتلة تانية نفس اللون بس تكون صوف او قطن بتعملي منه مشروع رائع. مشكلته بس ما ينفعش مع الاطفال لان ملمسه خشن شوية، فيفضل نعمل منه مثلا جواكت للانسات او بريهات او ايس كابات، بس هو بصراحة بيبقى تحفة. كمان لو هتعملي منه الابيض والاسود مع السواريهات بيكون حاجة في منتهى الشياكة. عيوبه ان فتلته رفيعة شوية، وكمان يفضل نشتغل بيه تريكو لانه ساعة الفك بيعمل مشاكل علشان الشعرات اللي خارجة من الفتلة. تعالوا نتكلم على الهيمالايا افري داي بيج. ده من الخيوط السميكة جدا، ملمسه تحفة وفي لمعة ومش بيوبر، بس مشكلته ان الشلة صغيرة، يعني الشلة 80 متر، فهتحتاجي برضو تجيبي كمية كبيرة علشان تشتغلي اي مشروع. كمان هتجيبي ابرة من 5.5 6 وممكن كمان 7 لان الفتلة تخينة جدا. هيكون حاكمك في غرز معينة لان مينفعش نعمل غرز مركبة، هنستخدم بس الغرز البسيطة زي عمود سلسلة. عايزة اقول لكم ان انا هشتغل بيه تريكو فجبت له ابرة رقم 7 لان طبعا زي ما قلت لكم الفتلة سميكة جدا، وكمان هيكون حاكمني في غرز معينة مش هقدر اعمل منه كل الغرز اللي انا عاوزاها. هنتكلم كمان عن خيط الرافية. الخيط ده من الخيوط الرفيعة والناشفة جدا، بنستخدم في عمل الشنط بتاعت المصيف وكمان الكبات بتاعت المصيف، بيكون شيك في اللبس طبعا، لكن في الشغل بيكون متعب جدا وبيعور الايد لانه ناشف وخشن، لازم تلبسي حاجة على صباعك وانت شغالة بيه. هنتكلم كمان على خيط أليز رومانتيكا من خيوط أليز. الخيط بيكون كيرلي كده وفيه لمعة، بنستخدمه في الاكسسوارز وكمان في السواريهات، بس علشان الفتلة رفيعة بنستخدمه على فتلتين. طبعا الخيط ده اصلا نادر ومش بنلاقيه غير بالصدفة. تالت حاجة هنتكلم عليها هي أنواع خامات الخيوط. عندنا أنواع خامات الخيوط بتكون 3 أنواع. أول حاجة ألياف طبيعية اللي هي بتكون جاية من صوف الحيوانات أو من القطن الزراعي أو المهير، دي ألياف طبيعية. وفي ألياف مصنعة اللي هي زي البوليستر والأكريليك والمايكروفايبر، وفي بقى ألياف مختلطة إن هما بيخلطوا أو بيدمجوا مثلا القطن مع الأكريليك أو الصوف مع الأكريليك أو المهير مع الأكريليك. معظم الخيوط اللي موجودة في مصر بتكون اكريليك او مايكروفايبر، ودي الخيوط اللي احنا بنفضلها عن الاصواف الطبيعية لان الاصواف الطبيعية غالبا بتكون خشنة وليها وبرة مع انها اغلى في السعر، لكن هي بتدفي جدا. طبعا اهم ميزة فيها ان هي بتدفي، يعني المهير هنا زي ما احنا شايفين كده مخلط مش نوع واحد، الياف طبيعية على الياف صناعية. عندنا هنا مثلا الاليس بيكون معظمه لاما مايكروفايبر لاما اكريليك. طب ايه المميزات والعيوب للالياف الطبيعيه والالياف الصناعيه؟ طبعا الالياف الطبيعيه اللي هي من اصواف الحيوانات قلنا انها بتدفي اكتر بس ليها وبره وبتكون اعلى في السعر، لكن الالياف الصناعيه بتكون اخف شويه في التدفئه وبتكون معالجه ضد الوبره وسعرها اقل نسبيا. يعني انا من الناس اللي اتفاجئت في اول الشغل اشتري الياف صناعيه احسن، قالوا لي اشتري الياف صناعيه احسن لان هي بتكون معالجه ضد الوبر. يعني لو بصينا هنا مثلا على خيوط الهيمالايا كلها هتلاقي مكتوب عليها انتي بيلينج اكريليك، يعني اكريليك معالج ضد الوبره 100%، ودي الحاجه مطلوبه واللي احنا عاوزينها، لان مش معقوله بعد ما تسلمي الشغل للكلاينت يرجع يقولك الشغل بتاعك وبر، طبعا هيبقى حاجه مش لطيفه. رابع حاجه هنتكلم عليها ازاي اعرف اذا كان الخيط ده سميك او رفيع وانا نازله اشتري خيط، والعمل اللي انا هشتغله ده هيحتاج خيوط قد ايه.
طبعا بنعرف اذا كان الخيط سميك او رفيع من الليبل او الورقه اللي ملفوفه على شاله الخيط، بيكون عليها عدد الامتار. عدد الامتار ده اللي بيحدد لي الخيط ده رفيع ولا سميك، بمعنى كل ما عدد الامتار زاد ده معناه ان الخيط بقى ارفع، وكل ما عدد الامتار يقل يبقى الخيوط دي سميكه. يعني مثلا الشاله دي 250 متر، ده معناه ان الخيط ده متوسط السمك. هوريكم كمان الشاله البيج. الشلة البيج احنا اتفقنا انه خيط سميك جدا، هنشوف عدد الامتار فيها كام. عدد الامتار 80 متر، ده معناه ان الشلة خيطها سميك جدا، فهتحتاجي عدد كبير من الشلات. ممكن تحتاجي مثلا 15 شلة عشان تعملي جاكيت، في حين انك ممكن تحتاجي من الهيمالايا 8 شلات بس عشان تعملي نفس الجاكيت. يبقى كل ما عدد الامتار زاد كل ما الخيط كان ارفع. يعني مثلا عندنا هنا البيبي سكريم دي 320 متر، ده معناه ان الخيط رفيع جدا. طيب سواء الخيط رفيع او الخيط سميك، ازاي اقدر احدد انا محتاجة خيط قد ايه علشان اعمل المشروع الكروشيه اللي انا هعمله؟ اول حل انك تنزلي صورة العمل اللي انت هتعمليه والخيط اللي انت هتستخدميه على جروب من جروبات الكروشيه، وتقولي يا جماعة العمل ده هيحتاج خيط قد ايه. لو في حد عنده خبرة وعمل الجاكيت ده قبل كده بنفس الخيط هيقولك انت محتاجة خيط قد كذا. لو الحل ده مش متاح وانت عندك شلة من الخيط، هتبتدي تعملي كوج او عينة. هتعملي مثلا هتشتغلي 20 متر من الخيط وتشوفي ال 20 متر عملولك كام سنتي، وهتشوفي العمل كله هيبقى كام سنتي تقريبا، وبكده تقدري تحددي كمية الخيط اللي انت محتاجاها. علشان لو بتنزلي تجيبي من مكان بعيد او بتجيبي اونلاين متحتاجيش ان انت تجيبي مرتين. اخر حاجه هنتكلم عليها في الفيديو بتاعنا ايه الفرق بين الخيوط الستوك والخيوط الستاندرد، وايه الافضل وانا بشتري، وازاي ما يضحكش عليا وانا بشتري الخيوط الستوك. طبعا الخيوط الستاندرد هي اللي بتكون بالليبل الاصلي بتاع الشركه، اللي هي الورقه اللي مكتوب عليها جميع بيانات الخيط، وبتكون وزن الشله بالظبط 100 جرام، لا تقل ولا تزيد عن 100 جرام. طيب نفس الشركة او نفس المصنع بيصنع نفس الخيوط بنفس المكن، بس ساعات بيكون في عيوب في الخيط، ما بيكونش بنفس جودة الخيط الاصلي او الستاندرد، فبينزل برضو الخيط ومش هيرميه، يعني بينزله برضو، وبتكون الشلات مش 100 جرام، يعني ممكن تكون زايدة عن 100 جرام وممكن تكون اقل من 100 جرام. علشان كده وانت بتشتري الخيط الستوك ما تخليش حد يضحك عليكي، لازم توزني. لو الخيط ستاندرد الشلة 100 جرام معروفة يبقى سعرها كذا، لكن الخيط ستوك بيكون الشلات ممكن تبقى ناقصة وهيبيعها لك بسعر الشلة التانية، ما ينفعش. هو بيقول لك كيلو الستوك بكذا، خلاص اوزن لي الكيلو. طيب ايه كمان عيوب الستوك؟ عيوب الستوك انه ممكن وانت شغالة تلاقي نتشة في الخيط، ممكن تلاقي عقدة، ممكن يكون حظك حلو ما تلاقيش فيه اي مشاكل ويكون زيه بالظبط زي الستاندرد بدون اي عيوب. يعني ده مثلا الاليس ديفا الستاندرد اللي بيقول عليها كل البيانات بتاعه الخيط ووزن الشله 100 جرام بالظبط، لا زايده ولا ناقصه. هوريكم الستوك بتاعه، الستوك بتاعه بينزل باسم روما او لندن او ميلانو او باريس، نفس الفتله بالظبط من غير اي فرق. وعايز اقول لكم لما اشتغلت بيه ما لقيتش فيه اي عيوب نهائي، وكمان بالصدفه كان وزن الشله 100 جرام. بس زي ما قلنا البيانات اللي على الورقه اللي هي الغير اصليه بتكون مش حقيقية، فلازم توزني الخيط. كمان من عيوب الستوك ان الالوان بتاعته بتكون شوية مش مطلوبة، يعني بتلاقي الالوان مش عليها طلب وبتكون مركونة يعني، فعشان كده بتلاقي الشلة اقل في السعر مثلا 5 جنيه، وممكن كمان توصل لعشرة جنيه فرق بين الستوك والستاندرد. ممكن لو انت نازلة تدوري على الوان بعينها في الستوك ما تلاقيش الالوان اللي انت عايزاها وتضطر تجيبي الستاندرد، لان زي ما قلنا الوان الستوك مش كلها متاحة ودايما بتكوني محكومة بألوان معينة. هوريكم كمان الهيمالايا، الهيمالايا الستوك بتاعها بينزل باسم فاشون. انا مش عندي فاشون دلوقتي، بس عايز اقول لكم برضو ان انا ما اشتغلت بيه قبل كده الفاشون ما كانش فيه اي عيوب. فالحقيقة ان الشغل بالستوك بيعتمد على الحظ بشكل كبير، ممكن يبقى حظك حلو وما تلاقيش اي عيوب في الخيط وانت شغالة. طيب بما ان الهيمالايا هو احسن الخيوط الموجودة دلوقتي في السوق، ايه الستوك بتاعه؟ الستوك بتاع الهيمالايا بينزل باسم فاشون، ده الستوك بتاعه لو عايزين تشتروه. كمان نازل دلوقتي ترند قوي خيط فوليا. انا الحقيقة ما اشتغلتش بفوليا علشان احكم عليه، لكن الناس اللي اشتغلوا بيه قالوا انه هو شبه بيبي سكريم وكمان شبه ميستريكو وليه وبرة خفيفة، بس سعره يعتبر مناسب جدا وحلو لو عايزين تشتغلوا بيه.
اخر حاجه حابه انوه عليها قبل ما اخلص الفيديو، يا ريت وانت نازله تشتري خيط ستوك تبقي محدده بالظبط انت عاوزه خيط قد ايه، وكمان يا ريت تجيبي بزياده شله، علشان لو الخيط خلص منك وانت شغاله هتنزلي احتمال كبير جدا ما تلاقيش نفس اللون اللي انت عاوزاه او تلاقي نفس النوع كمان، لان الستوك بيكون فرص ومش بتتكرر كتير والالوان بتاعته نادره زي ما اتفقنا. اخر حاجه ما تنسينيش في لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل. نتقابل في عمل جديد، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.